السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله وغلا وكرة حلا. حياكم الله وبياكم جمهورنا الكريم، جمهور برنامج القلعة في الفقرة اللي ما قبل صلاة الفجر وما بعد السحور، وجايب أنا ناس من عمالقة التاريخ. لا إله إلا الله، عمالقة التاريخ من 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 عصر الفراعنة هم في الإعلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. ولدوا أبطالا. نعم، أبطال الديجيتال. إذا بنقضيها ذبات من الآن علموني عشان أجل فراعنة. ونهايتهم إن شاء الله على يدي في الفقرة هذه. نعم، فقرة بسيطة هي لاستعادة الذكريات. فقرة وليس فقرة. فقرة بسيطة. نعم، فقرة الظهر. أنا قلت بتعورني. حلقة وليست حلقة. إيه نعم، حلقة الخضار. حلقة حلقة البرنامج. نعم، حلقة الخضار أو حلقات بصر. نعم، اسمه وليد وليس ولود. ما حنخلص. يا ولد. يا ولد يا نينو فاليد. طيب، الفقرة باختصار هي لاستعادة الذكريات. ويعني أنتم ما شاء الله كم سنة وأنتم مع بعض في الإعلام؟ مع بعض أنتم لكم سنوات طويلة بس مع بعض في الإعلام. إيش ولا إيش أول شيء جمعكم؟ قلنا نحن قبل التقيته باليمن. التقيته في اليمن. نشاط 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 في 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 اليمن. هنا 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 خينا في اليمن. مواليد الرياض مواليد جدة. إيه أنا ما أدري قلت خينا في اليمن استغربت. طيب أول شيء التقيته فيه وين؟ نشاط صح؟ نشاط أظن أيوة النادي الصيفي. قبل كم سنة؟ 1410-11. إيش كان أول شيء أبو علي الانطباع الأولي عن وليد أول ما شفته كذا من بعيد؟ ما أدري والله، بس أذكره كان مهبهب. مهبهب وما معنى مهبهب؟ لا 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 لا، كان وليد ما شاء الله تبارك الله كان حرك شغيل. إيه حبيته أول ما شفته؟ الحب من أول نظرة يعني. إيه كان في إعجاب. أبو مجد هاني كان نجم. هو جاك نجم. جاك نجم هاني نجم هاني من كان أيام مسرح. ايوه كان منشد. لا كان منشد وقتها. فنحن نطل على الهاني باعجاب انه هاني هاني. اول ما قابلته كم سمعت بلوتوث؟ لانه اذكره كان ما يتخلى. انا اربع قبل سماعات البلوتوث يا حبيبي. نحن الله يجزاك. كان سمعت بلوتوث اذكره. اقول لك على شغله، نرى بعض قبل الجوالات. لا اله الا الله، يعني لكم تاريخ مع بعض. بس هو قال كلمه مره مهمه ابو مجد، قال كنت اشوف انظره باعجاب، الحين كل يوم يكبر في نظري. الله الله يزخ. طيب يعني لو لو مثلا اجتمعتوا في مكان حلو في مطعم مثلا وقال لك المطعم هذا على ذوقي، تثق بذوقه في الاكل؟ أوه هاني في شغلتين، مشتريات عطور تمام ومطاعم. تثق بذوقه؟ مية مية. ايش ايش نصحك باكلات معينه؟ والله في مطعم بس ما ينفع اقول الاسم عادي. المطعم ايش ايش مجاله؟ برجر، برجر مشوي. لكن غير ذاك الحمص. لا 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 ترك الحمص، برجر مشوي جنب حديقة الحيوان في الملز. خلاص عرفنا، عرفته. بس إدمان. حلو. إيش تثق بوليد؟ إيش الأشياء اللي اللي قال لك تثق إنه إنه أنت صعبتها علي. إيش ليه؟ أنت قلت تثق بذوق هاني في المطاعم في الأكل. يعني أنت طيب تثق بذوق وليد مثلا في اختياراته، يعني مثلا في الملابس، في ألحان. قول الصدق عادي. وليد يلبس. ايوه يلبس كويس. ايوه يلبس كويس. كان ما يلبس كويس بعدين صار يجيب علاقي البرنامج. لا يلبس. كان كان يعني كان ما يهتم. ايه يلبس اي شيء. ايه لا الحين لا يلبس وليد. فتثق بايش؟ مو الحين يعني في ال في ال في الماضي القريب. لما تعرفت عليه كان مهبهب في البدايه لما تعرفت عليه وليد. لا لا ما كان يلبس يعني. تعرف كلنا كلنا اصلا كل اي شيء نلبس. اي شيء قدامنا نلبس ولا نهتم نطلع. ايام اللي ترنقات. لا الحين لا وليد الحين يهتم مثلا بالتيشيرت البس معاه ايش. حتى الشوز لما يطلب من الاونلاين ياخذ بعض ال... طيب. يعرف هذا اللون يناسبني ولا هذا ما يناسبني. فانتم باختصار اذا جينا نعمم الموضوع تثقون في بعض. اي اكيد في ثقه متبادله جدا بينكم، صداقه عميقه. الحمد لله. الله يديمها يا رب. امين. فالدليل انه يعني على قولتك انه ذويك في الملابس احلى كشخه له جحدر. يعني مضبط. مين واصح؟ مو انت جحدر، واحد ثاني. كل الدنيا يعرفون هو جحدر الا هو. ينكر ينكر ما كانت الدلاله. صدق اني احبه. منو جحدر؟ اي والله شرير انت. احب احب الدور هذا كثير والله. والله اي والله. بنسولف عنه ان شاء الله في مره جايه. المسابقه هذه او اللعبه هذه اسمها لعبه الثقه. داكم تثقون في بعض وبينكم تاريخ طويل من الثقه المتبادله. فاللعبه هي لعبه الثقه.
حنبدا مثلا في وليد او في هاني ترشحون بعض دامكم تحبون بعض كل واحد بس. يقول مين حيبدا انا حوريك طبقين طبق فيه حاجه لطيفه وطبق حاجه الطف حلو حلو فانت بمزاجك حتقنع هو يشوف يثق فيك ولا لا هتقول له هذا مثلا الطبق الالطف يحاول يقنعني بطبقه وانا احاول اقنعه بطبقه او هذا الطبق الالطف اختاره حلو. اذا هو اختار طبق الثاني لك حلو والعكس صحيح اذا اختار اللطيف الالطف لك بدون ما ندري ايش لا لا هو انت بتلتفت هو بيشوف وبيقنعك حلو اذا اقتنعت برايه وكان بها ما اقتنعت برايه وكيفك طبعا شيء يخصك حلو وبعدها حنجيب طبقين ثانيه وبرضو حابين نبدا في ابو مجد ولا حابين نبدا فيك يا ابو علي تبي نبدا من الكبير مين كبير الكبير قدرا وعمرا نبدا فيك ابو علي كيفكم يلا اذا تسمح لنا يا وليد هذا تهرب من وليد لا مو بتحد احنا قلنا ثقه هذه مسابقه حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض يا جماعه يا جماعه حبوا بعض يا جماعه حبوا بعض حبوا بعض يا جماعه هاي مسابقه ما فيها الشرط ابدا احنا كذا جايبين يعني الطف اثنين عندنا نبغى نلمهم يعني طيب ابو مجد اذا تسمح بكل امانه وتلف نفسك لا يغمض عيونه بس او تغمض عيونه تستعد ايوه طيب ما اشوف اوكي خلنا نوريه الجمهور خليك مغمض يا وليد لا تفتح ابدا ابدا الو جميل انا اجيك عشان اوكي لحظة لا خليك مغمض يا وليد مغمض ما فتحت جميل طيب خليك مغمض فتح يا وليد الآن عندنا رقم واحد ورقم اثنين أستاذ هاني أنت وليد يحبك ويثق فيك المايك لك وأقنعه شوف يا وليد ال- ال- الطبقين فيها مكونات أنت تحبها حلو زين واحد من المكونات ما تبحث عنه يعني لو هو موجود عادي لو مو موجود عادي الثاني ترغبه كثير يعني يعني في ال في ال ف واحد ايش تنصحه ها ايش تنصحه انا انصحه طبعا الثاني لك يا ابو علي تلقائيا يعني الثاني لي ايه ولازم اكله يعني طبعا طبعا لا ايه طبعا لا يا شيخ نعم نعم تونا متسحرين طيب يعني لا خفيف وليد مو قادر ياكل وانا ما انا قادر لا حاجه خفيفه يعني ذواقه والله يشوف يا وليد معليش يعني والله اذا كان في ها لانه هو يقدر معدي يعني. انا ارشح لك واحد وليد ابو علي يرشح لك رقم واحد ويقول ان انت تحبه وترغب فيه يمكن واحد هو اللي فيه مشكله هو يبغى رقم اثنين الله أعلم ويمكن هاني هو اللي فيه مشكلة فمرشح لك الأفضل عشان تتوقع أنه فياخذ هو رقم اثنين أو ياخذ رقم واحد شوف أنا ويمكن الاثنين فيهم مشكلة أنت رشحت واحد؟ أنا رشحت واحد أنا هاخذ واحد الله يا الوفاء ليش؟ ولا وفاء ولا صفاء الثقة هذه يعني لهالدرجة تثق في 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 أبو علي يعني هي فلسفة شوية بما إنه مسابقة كذا هاني يعرفني أنا خبر يعني ممكن أقول لا أنا بختار اثنين عناد فقلت لا خلينا يعني أنت تتوقع إنه مو ثقة في هاني لا أنت تتوقع إنه يحسبك بتعاند فبتختار اللي أيوه أتخيل كذا يعني يعني
وليد له الحق انه يقول لا ما ابغى باخذ الثاني. باخذ الثاني ابغى عندك يقول انا ما اثق فيك يقول. فهو لا الحين برضو اختار مو ثقه فيك. هو يتوقع انك انت مراوغ ومخادع. شوف هو لو اني انا ما انا بماكل الطبق الثاني كان اخترت له اثنين. لكن طيب نثبت على لكن لان وليد ممكن ياكل الطبق الاول فاخترت له واحد. طيب ابى اغير. ها اغير. تبي تغير؟ اي يعني ما تثق فاني. يعني ما تثق فاني. شوف علمنا هي ثقه. بثبت على واحد توكلنا على الله عشان ما تزعل. بثبت على واحد ثقه ولا عناد؟ عناد. عناد. هذا البدايه واحنا قاعدين نقول ثقه من سنوات طويله. وهذا يقول ملابسه وهذا يقول عطورات ومطاعم. نثبت؟ ثبت. اكيد؟ اكيد. طيب مبدئيا لا تفتح. ماشي. في ملعقه ولا اكل بيدي؟ مبروك عليك. يلا غسلت يدي انا ترى بدون ملعقه. مبروك عليك. الله يبارك فيك. طيب هيك هنا. ايش معنى جبت لك الشوكه وانت مدت؟ ماني جايب لك شوكه، انا ماسك الشوكه بيدي. ابو مجد ثبت على رقم واحد، ابو علي ثبت على رقم اثنين. الجمهور طبعا شاف وقاعد يضحك الحين على واحد فيكم. لا الجمهور ما. واحد اثنين ثلاثة افتح الاطباق. اوريو مخلل بالشطة. والله يا وليد شوف ليش ما تثق فيه ابو أنا علي؟ اخترت لك لانك تاكل شطة عادي، انا ما اكل شطة يعني. بس هو اختار عنادا ما هو مو ثقة فيك. بس شف مخلل بالشطة بعدين يا اخي. اوريو يلا بالعافية. أنا بصير زي اللاعب. يلا الله بالعافية. حامض. والله صدق عجبني الأوريو. شوف إذا أكل هاني قطعتين من البسكوت أنت لازم تأكل قطعتين. أنا مرة أحب الطرشي ترى. بالعافية. بالشطة؟ لا وليد أصلاً يحب المخلل. طيب شوف أنا مثلاً إذا أكلت الشطة أنا أحب إذا أكلت المخلل أشرب موية المخلل. فلازم تشرب موية المخلل. موية المخلل لطيفة يا دوبك. ها ما شاء الله وايد وايد الديكوريشن ماله حلو. بالعافية أبو علي أخلص في الأوريو عشان تكلم. بلاش الموية والله كده والله تمام. والله غرقان شطة. الله عليك. وليد خذ غير الطعم خذ. يعطيك العافية. بالعافية أبو مجد. بالعافية أبو علي. خذ غير الطعم. خلنا نودي الصحون. طيب هذه الصحون الأولى خلي يجي عالم شاه يسلمني الصحون الثانية. طيب يا حسين. طيب اكتشفنا في الجولة الأولى أنه مو مجرد ثقة، هو عناد وأبو مجد عاند ولقي جزاه. أنا كنت أتوقع أنه بينكم ثقة. ترى هو يقول عناد ولا هو واثق فيك؟ أنا أعرف أنها ثقة. الله تفضل على مشاهد. الله أنت مشهور أكثر مني. الله يا شاه. تحية لشاه. تحية لشاه. الله السلام. قلت كلمة على شاه والله. إيش؟ يا أخي أمس آخر البرنامج كذا بعد السحور جاء ويلو يضف الأشياء يا أخي يشتغل هو مبسوط وفرحان والله العظيم. والله ما شاء الله عليه. الله يحفظه ما شاء الله. هذه كم مرة عيدها؟ شاف صالح محدد. قلت شوف صالح أول مرة نشوفه محدد. قال الله يسقي زمان أول. طيب جاء دور أبو مجد. كان أبو علي إذا تسمح تغمض عيونك وبأمانة. طيب أبو مجد استريح. ابو علي اكشف. طيب عندنا حادثين لطيفه جميله موجوده في البيت.
انت لا تقول تلعب علينا تقول لطيفه، الشطه والمخلة ذي ما هي بلطيفه. لطيفه ها قاعد اكل بشراهه. هل اكلتها بلطافه يا وليد ولا؟ والله انا احب الطرشه شويه ها يعني الدنيا ماشيه، بس الشطه كانت مخربه. هنا كلها اشياء تحبها انت يا ابو علي. اشياء ما هي مضره بالصحه. نهائيا. ابو مجد انت عرفت ايش داخل الثنتين؟ انا عارف بس كاني متلخبط الان عشان كذا بختار اي حاجه. اتق الله. شوف الخطه كيف؟ شوف الخطه؟ يقول هو متلخبط. ايش تختار يا ابو مجد وايش تنصح اول شيء ابو علي؟ شوف يثق فيك ولا لا؟ والله شوف يعني بحكم الايام والسنون التي مضت تمام والتي انبنت على ثقه كبيره ورشح لك أربعة 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 أنا موافق يرشح لك رقم أربعة موافق على طول كذا على طول لهالدرجة ثقتك أبو مجد خلاص وقال لي رشح لك رقم أربعة هذه اللي يسمونها الثقة العمياء لا ليست عمياء لابسة نظارات ولا واحد يقول لابسة نظارات طيب نثبت ولا تبي تغير ثبت خلينا نشوف نثبت اللي عندك اذا ابو علي على طول يا ربي وانت ربي يا رقم ربي وانت ربي تونا ابو مجد قال انا اختار لك رقم أربعة يس طيب واحد اثنين ثلاثة افتح الصحون ابلش تمر وقشطة لابو علي قبل ما يبدا الصيام وقضبات ملابس لابو مجد حيعلق على طيب الاثنين هذه ما اقدر اكلها صعب ها اذا ياخذ دي لا تاكلها ولا تاخذ ولا ياخذ دي ليه ما استطيع آه. اكلت حلا واكلت قبل ف تبي تبدل منو ها والله هذا الاختيار والله يا اخي اذا ما اكل اللعبه فيها مشكله اذا ما اكل هو ما يسوي قدر ما يقدر والله جامده والله قويه تفضل ابو مجد تفضل ابو مجد حلو ايه رايك اختار لك المناطق والله والله قوي ابو علي ايش تختار ولا اي منطقه ياسر ياسر والله قوي هي ثنتين ثنتين اختار هنا حلو دحين ما اكل يختار ايش ذا انت وثق فيك ما تثق في اختياري ولا برطمي لازم تثق في اختياري برطمي والله من النوع اللي يورم على طول والله طيب ايش اختار هنا 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 فين حلو يا اخي تضحك حلو شوف وازم واحده ثانيه هنا في الحاجه لا لا والله تعور والله تعور لازم نختار لا نوزع لانه الجهه هذه خلاص الم فالجهه الثانيه ابو مجد خليك صدق هذه تعور اكثر طبعا لين ما يقنعك في الصحون المتبقي لا 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 والله خليك لا تشيل ابني يلا جعله عافيه باقي اخر صحنين طيب شيل امه دي لا لا خليها شكرا اي ياسر معليش بغش رجعت لا تغش والله طيب. اذني والله قويه اخر جوله عند ابو علي طب شيل لا لا خليك لين ما تقتنع في الاخير إيه. مقتنع انا طيب لا لين ما نبدا نفتح الداتا طب يلا 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 طيب غمض عينك انا غمض عين واحده باقي أنا واحده يا شيخ تحط المشبك الثاني في عينك سمعناك سمعناك يلا شلتها لزقت بجلده والله قويه قويه وليد كم هذا الرقم واحد لا تمام 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 جايبين مشابك اصليه والله قويه مره دي طيب اسمعني بالجهه دي يلا يلا كل شيء تمام يلا طيب غمض عينك طيب ابو علي تسمح غمض عيونك ارجع اقول انه هذه لعبه الثقه نعم اتوقع هذا اوكي طلع طلع ذاك اوكي حلو. يلا رن يلا بسم الله يا ابو علي ابو مجد ابو علي الرجال قبل شوي وثق في رايك لكن عناده ما ادري هالمره هل بيثق برايك هل بيعاند الله اعلم شوف اذا كان المره الاولى وثق عنادا فالمره هذه يثق غصبا عنه يا سلام انا ارشح لك واحد يا وليد ارشح لك واحد انا مالي دخل ما
اثنين. لا كذا كذا عكس يعني. اثنين. ابو علي عندك شيء تقنعه زياده ولا؟ سق الله ايام اول. ايام يوم كانت رنقات. الله المستعان. يفقد الثقه فيني عشان طبق لا يودي ولا يجيب. اثنين. ابو علي. خلاص؟ ثبت؟ ثبت. والله رشح له واحد. اخر كلام. اثنين. طعشوري بس شوف. اذا اخذ اثنين يخلص كل اللي فيه. اي خلص كل طبعا الاثنين كلكم حتخلصوا كل اللي موجود. لا انا ما اقدر اخلص كل واحد. ها مثبت؟ ثبت. طيب اثنين لا تفتح لما اقول لك. واحد ابو علي. وش رشح لك؟ واحد. وانت قلت لا اثنين. اه طيب واحد اثنين ثلاثة افتح الاطباق. عصير طماطم وعصير برتقال. قايل لك انا يا اخي ليش ما تثق في ابو علي؟ طماطم ابو علي كان يرشح لك كل شيء. انا بشر انا اشرب الطماطم عادي. الطماطم المعلب عرفت اللي عشان كذا رشحت لك. شوف هذه هذه يا اخي عدم الثقه. رجال بدك على نفسك. لا لا تكمل. لا ما اقدر. لازم اشرب انا. والله ما اقدر. ما اقدر يا اخي. هذا السكر ما فيه. مين يقول لك؟ ما في سكر طبيعي. هذا البرتقال ما احبه لانه يسبب حرقان. حرقان؟ نعم. والطماطم شوف ما احبه. شوف شوف ممكن ممكن نسوي ميكس؟ ميكس يعني لا تبادل في. انا موافق. لا يا اخي يذوق منه. وانا موافق. لازم يذوق منه. انا ذقت ترى من البرتقال. طيب ذوق من الطماطم. ده طماطم ولا شطه؟ لا لا طماطم طماطم ايش دعوه؟ ذوق انا جربته مره ممتاز يلوع الكبت اول بأول. يا شيخ يطمنك حبيبي والله حق واجب والله. تعرف الطماطم يجي فيه سكر؟ لا جغمه واحده فانت لا جغمه واحده بس. انا ما ادري العقوبه على مين الحين انا ماني فاهم صراحه. تانيا هذا الفقرة برعاية تانيا. دخلنا معهم يا وليد مشروع لتطوير تانيا فبنسميها دقيقة دقيقة. فإحنا مسابقتنا اليوم والخيمة اليوم وكل الفقرات اللي سويناها اليوم برعاية تانيا. نعم شكرا تانيا. مسابقة حب بعض. حب بعض مسابقة الحب واللمة. ظهر انك اخترت الاختيار الغلط. واضح انه مرة ثقة ميح. كم ثقتك بهاني من 10 بعد المسابقة؟ لا انا اثق فيه بس الاختيارات هذه احس انه بيلعب علي ما ادري ليه. لا ليش تحس يلعب علي؟ قاعد يختار لك الصح. ولا هو عارف اني انا عبيط وحاند فقاعد يختار. طيب بعد هذه كلها كم تعطي ثقتك بهاني من 10؟ بعد في اللعبه؟ بعد ما اقنعك. لا لا 100% ما تهتز. الله اكبر. ايش ما تهتز وانت مختار عكس في اللعبه؟ في اللعبه 10%. خلاص جيبوا جكه وطماطم يا شباب. ها؟ ها؟ يقول بالمية عشرة في اللعبة. في اللعبة 10%. ليه يا أخي؟ أنا اللي أعطيته اختيارات سليمة. أنت المشكلة قاعد تقول له روح للسهل. شفت؟ والله كم تعطيه؟ 0%. 0%. في اللعبة؟ إيه. 0%. للأسف. حبوا بعض. للأسف إحنا كان عندنا ضيوف كلهم باع طويل في مجال الإعلام والثقة المتبادلة لكن للأسف سقطت واحتوت. وتجدفت وتكسرت. الله في هذه الفقره. نعم شكرا استاذ وليد. عفوا. بالعافيه عليك المخلل والشطه والطماطم والقضبات. هذه ثلاثه كلها غلط. كل الاشياء اللي اكلتها كلها لطيفه. الله وانا جوت هذه المره. اوريو اوريو وتمر وتمر قشطه وبرتقال عصير برتقال. انت ذكي يا هاني وعرفت تمثل صح. وانا اقترح لا ما مثلت صح الا لا ما مثلت صح بس انا اقترح الفقره هذه تصير قبل السحور عشان تكونوا جوعانين كلكم. نعم ولا عشان تنسد نفسكم عن السحور؟ لا عشان تقدر تتفاعل مع الفقرة بعد السحور. ما تقدر تتفاعل. طيب وش رأيك مثلا نجيب الأشياء الجاية مثلا زيت خروع مثلا. يا شيخ خلى على ربك خلى السحور يبدأ. زيت الخروع يا الله. طيب يعطيكم العافية. ما في طبق الحمد لله خلاص. استفتاحية إيه؟ لا استفتاحية ثلاث أطباق. جزاك الله خير والفقرة جميلة. يا يعطيكم العافية. إي والله كانت بس مبنية على الإقناع والثقة وكذا لكن واضح إن كل واحد صايد أشياء كثير على الثاني فالثقة شوي مهزوزة خصوصا في الألعاب. فالله يعطيكم العافية. شكرا أبو علي.
يعطيك العافيه. شكرا لكم جمهورنا، مبروك على الفقره الحلوه حبيبي. تقدروا تجربوها في البيت، هذه فقره الخياله بس اليوم تتشين فقط، هي ما راح تتسوى مره ثانيه الا مع ناس ثانيين غيركم طبعا. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم جمهورنا الكريم على متابعتكم هذه الفقره. لا تنسوا تسوونها في البيت، واذا جاء كورونا لا سمح الله مره ثانيه وانحجرتوا في البيت سووها بين اهلكم. سكرايب اي لايك وسبسكرايب وشير وتابعونا ان شاء الله معنا يوتيوب. شكرا لكم، وشكرا لكم. روح الاذان. يعطيك العافيه. كم بقى الاذان؟ خلاص 10 دقائق. 10 دقائق.